كملوا اقتلوا ظباطه. انا بقول لكم على الهواء اقتلوا ظباطه. انا عايز اقول لكل زوجة ظابط جوزك هيتقتل. اللي رشوا بالميه هرشوا بالدم. ونحن نعدهم بانهم سيسحقونا في هذا اليوم. لكن هذا الذي يحدث في سيناء ردا على هذا الانقلاب العسكري يتوقف في الثانية التي يعلن فيها عبد الفتاح السيسي انه تراجع عن هذا الانقلاب. اعرف ان انت صنعت طالبان جديدة وصنعت القاعدة جديدة في مصر. كل الجموع دي هتتفرق جماعات استشهادية وهيدمروك وهيدمروا مصر. بنقول لهم هيكون في دماء وهيكون في سيارات مفخخة وهيبقى في تفجير بالريموت كنترول وانتوا اقل من ذلك بكثير. اهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدينا الاعزاء في هذه الفتره التي سنخصص جزءا كبيرا منها لتغطيه زياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى نيويورك ومشاركته السادسه في الجمعيه العامه للامم المتحده. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد سبق وشارك 5 مرات في هذه الجمعيه العامه للامم المتحده بطبيعه الحال والتي سوف يبدا الشق الرفيع وفيها يوم الاربعاء القادم، وسوف يلقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمه مصر في هذه الجمعيه العامه. لكن قبل الخوض في تفاصيل ما يتعلق بهذه التغطية دعونا مشاهدينا الأعزاء نذهب حاليا لمشاهدة ردود أفعال المواطنين حول دعاوى العنف والدعاوى التي تتبناها جماعة الإخوان الإرهابية تحديدا من محافظة الغربية وتحديدا من مدينة المحلة. نتابع. احنا مش عايزين نجوع، احنا ما شفناش لسه الراجل ده، يعني لسه مسيرته لسه شغالة وبيعمل منكسات وبيعمل حاجات جميلة، فربنا يوفقه. ده اللي احنا نقدر نقول، ويبص للغلابة، ده اهم حاجة، يبص للغلابة عشان احنا قلبنا معاه. احنا بنحبه وبنحب السيسي، ولا عاوزين مظاهرات ولا عاوزين حاجة للشعب، ولا وعايزين نبقى حلوين وكل حاجة عشان خاطر عيالنا، عشان احنا برضه ايه، انا واحدة من الناس ما ودتش عيالي المدرسة النهاردة، خفت عليهم، خفت على عيالي، قلت عيلة قد الله حاجة تخبطها حد يخطفها كده، خفت على عيالي، ما رضيتش اروح اوديهم. طول ما البلد حلوه دي احنا ماشيين في امان، احنا مش عاجبنا الحاجات دي يعني، ولا عاجبنا المشي الوحش ولا الكلام ده، عشان برضو احنا عالم ارزاقيه على باب الله، عشان اكل عيشنا. لا احنا مش عايزين مظاهرات ولا اي حاجات من دي، احنا عايزين الدنيا تبقى كويسه وخلاص. ده ناس حسبي الله ونعم الوكيل فيه، ده ناس مش كويسين، واحنا عاوزين البلد تبقى كويسه، والراجل اللي ماسك البلد راجل محترم، وعاوزين البلد تمشي. يعني احنا استفدنا ايه بالمظاهرات؟ هم نسوا لما كنا بنتحايل عليه عشان ينزل، احنا كنا بنتحايل على الراجل ده عشان ينزل يشوف البلد ويحوش عننا، وقالوا يعملوا لي تفويض وعملنا له تفويض. احنا دلوقتي نعمل ايه يعني علشان يعملوا مظاهرات؟ احنا نعمل لهم ايه؟ دول ناس ظلمه مش عاوزين البلد تمشي. لا هم اللي طلعوا امبارح كانوا ناس من اللي هم بيحتفلوا بالنادي الاهلي. الدنيا هاديه خالص هنا ومفيش مشاكل خالص، مفيش حاجه، وشويه بلطجيه كمان كانت معاهم، لكن مفيش مشاكل خالص. احنا مع الاستقرار ومع الامن ومع الرئيس. اقول لهم لا، احنا عايزين الدنيا تبقى هاديه، مش عايزين بهدله، ولا عايزين موت تاني، ولا عايزين اخواتنا يموتوا، ولا عيالنا يموتوا، ولا عايزين خطر لمصر كلها، عايزين البلد في خير وامان. في حاجه اسمها طبعا حريه الراي، ده حريه راي مكفول في اي دوله في العالم، والقوانين الدوليه كلها بتحمي حريه راي، لكن التخريب والحاجات دي كلها طبعا ديت ما نرضاش بيها ابدا. طبعا عايزين نحافظ على الوطن ونحافظ على الدوله ونحافظ على المؤسسات بتاعها، فالتخريب طبعا ما فيش اي حد ياكل بالتخريب. لا اهم حاجه ان البلد تبقى ماشيه كويس، مش مهم اي حاجه تانية. المظاهرات دي كده كده بتوقف البلد والكلام ده، وما صدقنا البلد ماشيه كويس وفي امن وامان وكده، احنا هنعوز اكتر من كده ايه؟ امبارح انا كنت في فرح وشايف شويه عيال بيعدفوا طوب وعايزين يرجعونا لايام الفار اللي احنا عدينا منها، وما صدقنا احنا خلصنا منها. العيال دي المفروض العيل اللي اتمسك من دول اهله ما يشوفوش ويترمى في السجن. احنا مش عايزين نرجع للعكه بتاعت زمان دي، احنا ما صدقنا ان البلد مشت. احنا معاك يا ريس اولا واخيرا، وربنا يخليك لنا، واحنا مش عايزين خراب تاني يا ريس، والله ما عايزين خراب، ان شاء الله احنا ما صدقنا ان احنا نعيش في امان. هذه بعض اراء المواطنين في مدينه المحله بمحافظه الغربيه، والتي ترفض دعوات العنف ودعوات التخريب التي تبنتها واطلقتها جماعه الاخوان الارهابيه. هذه الاراء ليست في المحله فقط، او ليست في محافظه الغربيه فقط، ربما تمتد هذه الاراء على طول البلاد وعرضها. نتابع حاليا ونشاهد هذا التقرير الذي ياتينا من محافظه السويس.
التقييم اللي حصل امبارح ان هم شويه عيال لا مؤاخذه خارجين عن القانون، حراميه عايزين يكسروا المحلات، عايزين نعمل حاجه، ودي مش ممكن ابدا هنسمح بيها. احنا كمواطنين هنقف مع رجال الامن ضدهم. شويه عيال حراميه عايزين يقلبوا البلد عشان يسرقوا، لان في ناس اختنت ب 25 يناير بسبب السرقه. مالها البلد؟ في امان اكتر من كده؟ مفيش امان اكتر من كده. عايزين يقلبوها بس مش هتتقلب مصر. مفيش تخريب، مفيش عداوه بين افراد الجيش والشرطه، كلنا شعب واحد. الراجل بتاع الجيش، الراجل بتاع الشرطه ده اخويا وابن عمي وابويا وقريبي، خد بالك؟ كلنا نحافظ على بعض. لكن لو في تظاهر سلمي كويس ان انا اطالب بيه حقي، او في سلبيات في المجتمع او من السلطه او كده، يا مرحب بيه، اهلا وسهلا. احنا عايزين الرئيس السيسي سعادتك عامل لنا كباري وعامل لنا شقق وعامل لنا حاجات كتير سعادتك، وخط الكنال يعني احنا مش عايزين البلد تقعد. دول شويه بلطجيه سعادتك، وانت عارف انت جيت اهو شفت البلد عامله ازاي، بلد هاديه وزي الفل ومفيش اي حاجه. احنا عايزين الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشاريع بيعمل، طرق وبيعمل، كباري بيعمل، البلد مستقره والدنيا تمام. دول شويه عيال صغيره والبلد زي ما انت شايف هاديه. لكن الناس اللي عايزه تخرب، عايزه تكسر وعاوزه تعمل، احنا مش طول الحاجات دي. احنا عايزين ناكل عيش، احنا بنجري على اكل عيشنا، بنحب بلدنا وكلنا بنحب بلدنا، واحنا مع الرئيس. البلد زي الفل واحنا عايزين نعيش، مش عايزين ان احنا نبقى في قلق والموضوع يبقى متطور زياده عن اللزوم، واحنا بلدنا زي الفل. واديك شايف دي بلد هاديه مفيش اي حاجه، وهو الراجل عامل لنا مشاريع والدنيا زي الفل مفيش اي حاجه خالص. اديك انت شايف البلد ماشيه ازاي ومفيش اي حاجه خالص، والناس ماشيه على رجليها ولا في ضرب ولا في اي حاجه، كلها عيال صغيره زي ما انت شايف، وهي العيال اللي عامله الكلام ده كله. فاحنا في الاول والاخر الشباب الكبير هو اللي هيشيل المسؤوليه كلها، والناس الكبيره اللي هتشيل المسؤوليه كلها. طب على ايه؟ هي البلد ما فيهاش اي حاجه خالص، بس تيجي تنزل تخرب وكل واحد عاوز ينزل يهبش، احنا اللي هندفع الثمن. وبقولها انا مواليد السويس، احنا 11 اخ هنا مواليدين البلد دي، مفيش حد، كل اللي جاي متغرب دوت ليه الهوا يعمل اي حاجه. هذه الاراء تظهر بوضوح سواء تلك التي جاءت من المحله او تلك التي جاءت من السويس وتلك التي سوف نودعها لاحقا من المحافظات المختلفه، تظهر بوضوح رفض الشعب المصري لدعوات جماعه الاخوان الارهابيه ووسائل اعلامها لدعوات التخريب، لدعوات الفوضى التي تبثها عبر وسائل الاعلام التابعه لجماعه الاخوان الارهابيه، وايضا عبر منصات الكترونيه مختلفه منذ اربعه ايام او خمسه ايام او اكثر من ذلك ربما، وحتى اليوم هذه الدعوات تستمر على وسائل التواصل الاجتماعي. لكي نعلم أو نعرف تفاصيل ونفسر تفاصيل هذه الدعوات، دعونا نشاهد هذه التغريدة التي انتشرت اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي. هذه التغريدة جاءت على لسان سياسية تركية تسمى إسراء، والتي وهي مقربة طبعا من أردوغان والحزب الحاكم في تركيا، والتي قالت أن مظاهرات مصر ليلة البارحة، إذا قرر السيسي الجلوس للحوار حول غاز المتوسط سيتوقف كل شيء. ربما هذه التغريدة تبين أو تفسر سببا، نعم تفسر أسباب هذه ما نلاحظه في بعض وسائل التواصل الاجتماعي. هناك أيضا ياسين أقطاي وهو مستشار أردوغان أجرى ريتويت على هذه التغريدة، لأنه بشكل ما يوافق على هذه التغريدة. وبطبيعة الحال أسراء أصلا هي مقربة من أردوغان ومقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، إذا شاهد من أهلها، وهي وهم الأتراك يعني يقولون بشكل أو بآخر أنهم ضالعون فيما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي وفي ذلك الحديث الذي يجري في وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية. الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير في الشأن التركي ينضم إلينا عبر الهاتف. دكتور بشير أرحب بك على إكسترا نيوز، وكيف قرأت وكيف استقبلت هذه التغريدة الذي ربما تنم وتفسر ما تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية من دعوات للتخريب والفوضى؟ تحية لك أستاذ همام ولمشاهدي سي بي سي إكسترا نيوز في كل مكان. الحقيقة أن هذا كلام يعني يبعث على الألم. تركيا نظامها السياسي هش للغاية، كلنا يعلم أن شعبية أردوغان متآكلة، وهناك انشقاقات داخل حزب العدالة والتنمية، ودعوات إلى إنشاء وتأسيس أحزاب جديدة، ومنافسون لأردوغان كانوا رفقاء ضرب تحولوا إلى منافسين، وهناك حالة غضب عارم وتدهور اقتصادي غير مسبوق في تركيا، والنظام في تركيا على حافة الهوية. ومع ذلك
نجد هذه التغريدة التي لها دلالات خطيرة، خصوصا بعدما تبناها ياسين أقطاي وهو مستشار أردوغان وشخص فاعل جدا داخل النظام السياسي التركي، لأن أخطر الدلالات أن تركيا ليست بعيدة عن ما شهدته مصر بالأمس. طبعا هي ليست بعيدة لأن المنابر الإخوانية التي تصدر من تركيا بتمويل قطري إخواني يعني استغلت هذا الحادث وحاولت أن توخمه وتبالغ فيه، فهذه مسؤولية تركية غير مباشرة. لكن أن تكون هناك شخصيات سياسية تركية مقربة من أردوغان ومن النظام السياسي وتتحدث عن مساومة تذكرنا بما أعلنه محمد البلتاجي القيادي الإخواني قبل ذلك، إذا ما تنازل الرئيس السيسي عن السلطة وعاد مرسي سوف تتوقف الأعمال الإرهابية في سيناء. يعني هذه المزاوجة أو هذا الربط ما بين التصريحين يوضح المنهج الإخواني في التعاطي مع الشأن المصري والضلوع في استخدام كافة الوسائل بما فيها الوسائل الإرهابية لممارسة الضغوط. أيضا إذا كان هذا الأمر صحيحا وثبت تورط تركيا في هذه الأحداث، هذا عمل عدائي بالدرجة الأولى ويستوجب ردا مصريا يكفله القانون الدولي بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، لأن هذا تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري وهذا اعتراف. هذه واحدة. ثانيا يعني الربط ما بين هذا الأمر وغاز المتوسط شرق المتوسط، يعني هذا نوع من العبث لأسباب عديدة. مصر لم تمنع تركيا من الاستفادة من ثروات شرق المتوسط، تركيا هي التي منعت نفسها. هناك شروط وقواعد للاستفادة من هذه الثروات ذكرناها مرات عديدة على شاشاتكم الغراء وشاشات أخرى، بأنه على أي دولة في شرق المتوسط تريد أن تستفيد من هذه الثروات أن تقوم بترسيم الحدود البحرية وتعيين المناطق الاقتصادية الخالصة الخاصة بها من خلال اتفاقات تبرمها مع دول الجوار وتودع نسخة منها في الأمم المتحدة حتى تكون اتفاقية دولية، وبناء عليه يحق لهذه الدولة أن تنقب عن النفط والغاز أو أي ثروات في مياهها الإقليمية والمناطق الاقتصادية. تركيا هي الدولة الوحيدة في شرق المتوسط التي لم تعين المناطق الاقتصادية الخالصة أو ترسم حدودها البحرية ورفضت توقيع اتفاقات ولم تعترف بالاتفاقات التي أبرمتها دول شرق المتوسط فيما بينها. هذه واحد. ثانيا أن مصر ليست الدولة الوحيدة في شرق المتوسط التي تعرقل أو التي ترى تركيا أنها تعرقلها. اليونان وقبرص اليونانية، هذه الدول هي التي تقف لتركيا بالمرصاد وهي التي استدعت الاتحاد الأوروبي لأنها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أصلا، واليونان دولة عضو في الناتو. فهذه الدول هي التي شكلت موقفا أوروبيا ودوليا ضد تركيا، وهناك باقي دول شرق المتوسط وهي 7 دول. صحيح أن مصر أسست منتدى غاز شرق المتوسط ومقره في القاهرة، لكن هذه المحاولة للربط ما بين اشتعال فتنة داخل مصر وربطها بمسألة غاز شرق المتوسط هذا ينم عن جهل حقيقي لدى الجانب التركي إذا فكر بهذه الطريقة. لكن في نهاية المطاف تبقى هذه التغريدة بمثابة إدانة حقيقية ومباشرة للدولة التركية بأنها وراء إشعال فتنة داخل مصر ومحاولة تضخيمها من خلال المنابر الإعلامية الموجودة هناك، وأتصور أن ذلك يعني سيكون له ما بعده. طيب دكتور بشير، من بين ما يمكن استنباطه من هذه التغريدة أن يعني تركيا ربما تهدف أثناء أو في مهاجمتها للدولة المصرية ومقدرات الدولة المصرية، هي لا تهدف كما تدعي تركيا أو كما يدعي أردوغان من أنه موقف أخلاقي، هي في الأساس هو موقف مصالحة، عفوا موقف مصلحة، هي تريد غاز المتوسط، تريد التفاهم ربما حول غاز شرق المتوسط، وليس كما يدعي أردوغان وليس كما تدعي تركيا من أنه موقف أخلاقي أو موقف من حيث المبدأ. هو يستحيل أن يكون موقفا أخلاقيا، يعني فاقد الشيء لا يعطيه، يعني كيف يعني إذا كان أخلاقيا ليسأل أردوغان يعني بأي منطق تغذي وتشعل الفتنة في مصر بهذه الطريقة؟ هل هو يبحث عن ديمقراطية؟ أين الديمقراطية داخل تركيا؟ هل هو يبحث عن الحرية وحرية التعبير والرأي؟ أين حرية التعبير والرأي داخل تركيا إذا كانت تركيا بشهادة المنظمات الدولية المعنية هي أكبر سجن للصحفيين وقادة الرأي وأصحاب الرأي في العالم؟
يعني أين البعد الأخلاقي أو مسألة المبدأ في هذا الأمر إذا كانت كل التقارير والشهادات الدولية وليس هذا رأي ولا رأي الدولة المصرية وإنما رأي منظمات دولية معنية ورأي المعارضة التركية نفسها أن تركيا يعني ضربت الأرقام القياسية في انتهاك حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية التعبير وما إلى ذلك. هذه واحدة. ثانيا أن أردوغان حينما كل سياسات أردوغان الخارجية مبنية على المصلحة حتى داخل سوريا، الرجل يساوم المجتمع الدولي ويساوم الأوروبيين بقضية اللاجئين السوريين، في البداية يفتح الباب ويقول هذا وطنهم الثاني ولأسباب أخلاقية، ثم يطلب ثمن الاستضافة ويتاجر بهذا الثمن. يعني هو يقول صرفت 40 مليار أريد 80 مليار، يعني هو يساوم وفي النهاية يقوم بطردهم ويساوم الاتحاد الأوروبي عليهم. منذ متى كانت المبادئ والأسس الأخلاقية هي مرجعيات السياسة الخارجية التركية؟ تركيا دائما تبحث عن مصالحها وهذا من حقها، ولكن ليس على حساب مصالح الآخرين أو الإضرار بالآخرين أو التدخل في شؤون الآخرين. تبقى نقطة أخيرة أستاذ همام، لا تزال مشكلتنا مع تركيا هي مع شخص أردوغان وسياساته وليست مع الدولة التركية أو الشعب التركي. تركيا دولة مسلمة، تركيا دولة بجوار تركيا، بيننا وبينها مصالح وتاريخ، لكن المشكلة في شخص أردوغان. وبالمناسبة الشعب التركي يعني لديه مشكلة مع أردوغان والمعارضة التركية. نعم، ولاحظنا ذلك. نعم، ولاحظنا ذلك في الانتخابات البلدية، حتى كما حضرتك ذكرت حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي يرأسه أردوغان فيه انشقاقات وانشق عدد كبير أو عدد ليس بالقليل من أعضاء هذا الحزب أو تحديدا قياديين من هذا الحزب، وربما سوف يكونون حزبا آخر ضد حزب أردوغان. على كل، الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير في الشأن التركي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وعلى هذه التفاصيل، ولازلنا مشاهدينا الأعزاء في ذات الموضوع. وينضم إلينا الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي. أستاذ جمال، أرحب بك على إكسترا نيوز. وإذا ما لاحظنا في هذه التغريدة التي انتشرت اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا على تويتر، نلاحظ أن ياسين أقطاي وهو مستشار أردوغان عمل ريتويت على هذه التغريدة. ياسين أقطاي كما نعلم هو لا يتورع عن دعم الجماعات الإرهابية ولا يتورع عن استقبال الإخوان سواء كانوا من مصر أو حتى من ليبيا. منذ أسابيع قليلة كانت هناك أنباء انتشرت وصور انتشرت حول استقبال ياسين أقطاي العدد من المحكوم عليهم والمدانين في قضايا تتعلق بالإرهاب. ما دلالة أن يعني ياسين أقطاي يجري مثل هذه الحركة ومثل هذا السلوك على تويتر ويتبنى مثل هكذا موقف؟ اهلا بحضرتك استاذ المشاهدين استاذ همام. خلينا اقول لك انه هذه التغريده تؤكد بما لا يدع مجال للشك ان المخابرات التركيه وان تركيا لها باع وذراع طويل جدا فيما تقوم به جماعه الاخوان الارهابيه. فرجب طيب اردوغان هو قيادي داخل الجماعة الإخوان، وجماعة الإخوان أحد الأذرع الرئيسية لرجب طيب أردوغان، وبالتالي هذه التغريدة تؤكد هذه التغريدة تذكرني يعني بما قاله محمد البلتاجي عندما قال الآتي، عندما جملته قال لك ما يتوقف الآن ما يحدث في سيناء في التو واللحظة لو تتذكر أستاذ همام. نعم، هذه ملاحظة مهمة يا أستاذ جمال، والدكتور بشير أكد عليها أيضا، أنا يعني ربط بين هذا الموقف وموقف القيادة الإخواني محمد البلتاجي عقب 30 يونيو عندما قال سوف يتوقف ما يحدث في سيناء عندما يعود مرسي إلى الحكم. خليني أقول لحضرتك هذه ملحوظة، ربما لا أستمع إلى الزميل بشير، لكن هذه ملحوظة للوهلة الأولى منذ أن قرأت التغريدة جمعت وربطت بين هاتين نفس الصياغة حتى نفس الصياغة ونفس الأداء ونفس أداء هذه الجماعة الإرهابية التي لم تتوقف ولم تفوت الفرصة في أنها تدعم هذه الجماعة. رجب طيب أردوغان من مصلحتي في هذا التوقيت أن يعكر صف الاستقرار، يحاول بقدر الإمكان أن يبحث عن ألاعيب قذرة يقوم بها. مصر في حالة صعود مستمرة، يرى أن مصر يعني حققت الاستقرار وحققت الأمن والأمان بشكل كبير جدا. مصر على بعد أمتار قليلة في أن تكون صاحبة الكلمة الأولى في أشياء كثيرة وملفات كثيرة جدا. كل هذا لا يطيب إلى رجب طيب أردوغان، وبالتالي أؤكد لك أن ما حدث بالأمس لهم
يد فيه بكل قوة. هذه التغريدة تؤكد ذلك، لم نقول شيء من عندنا. المستشار رجب طيب أردوغان والمقربين من رجب طيب أردوغان هم الذين كتبوا، هم الذين اعترفوا، هم الذي هذه التغريدة لابد أن تضع أمام الرأي العام بشكل قوي، أمام المجتمع الدولي بشكل قوي. رجب طيب أردوغان هو الذي يعني يحضن جماعات وعناصر وإعلامي الجماعة الإرهابية، هو الذي له وكلاء في المنطقة يريد العبث بالمنطقة. أيضا رجب طيب أردوغان خسر الكثير والكثير، خسر وهمه في الحديث عن الحرية، خسر بعدد الأحكام السجن والاعتقالات التي طبقت على القضاء والصحفيين ورجال القوات المسلحة، خسر أيضا إسطنبول التي كان يراهن عليها وفي الانتخابات، حاول التزوير مرة وأخرى والعديد ولكنه لم يحقق أي شيء. وبالتالي هنا علينا أن ندرك أن أي تصرف يحدث من رجب طيب أردوغان هو تصرف للجماعة الإرهابية، وأي تصرف للجماعة الإرهابية هو بالتنسيق مع رجب طيب أردوغان. نعم. وأهم الخلافة الذي كان يحلم به يراه الآن ترابا. ماذا يفعل رجب طيب أردوغان؟ عليه أن يفكر في حيلة وحيل أخرى، وبالتالي هذه التغريدة بكل تأكيد لها علاقة بتصرفات ودعم وتمويل رجب طيب أردوغان وأجهزة المخابراتية والعبث. هنا لا شك، هنا لا شك أن هذه التغريدة تؤكد أن أصابع الجماعة الإرهابية بالتنسيق مع رجب طيب أردوغان تعبث وتريد العبث، لكن المؤكد أن هؤلاء ليس لهم مكان في مصر. طبعا لكن أستاذ جمال اسمح لي، الشعب المصري، خليني أكمل الجملة أستاذ تمام، الشعب المصري أقوى من هذه من هذا العبث الذي يخططه أردوغان. وما يؤكد حديثك أستاذ جمال أن هذه التغريدة أو حتى وسائل الإعلام التي تستضيفها تركيا حاليا، وسائل الإعلام الإخوانية طبعا التي تستضيفها تركيا والتي تهاجم على مدار الوقت وعلى مدار الساعة الدولة المصرية ومؤسسات الدولة المصرية والجيش المصري والمشروعات التي تنفذها الدولة وتحرض على العنف وتحرض على الخراب، البعض ربما لا يستبعد أن تكون هذه التغريدة في ذات السياق الذي تعمل فيه وسائل الإعلام الإخوانية التي تستضيفها تركيا حاليا ويدعمها أيضا سواء ياسين أقطاي أو حتى أردوغان أو السلطة الحاكمة في تركيا. ألم يأن الوقت لهؤلاء السياسيين الأتراك أو السلطة الحاكمة في تركيا أن يفهموا أن الشعب المصري، أن المجتمع المصري، أن المواطن المصري يرفض دعواتهم، يرفض استجابتهم، أو أنه يرفض استجابة الشعب المصري والمواطن المصري لهذه الدعوات التخريبية والفوضوية والتي لا تهدف إلا إلى الخراب؟ رجب طيب أردوغان يرقص رقصة النهاية. عايز أقول لحضرتك الشعب المصري رسالته واضحة لرجب طيب أردوغان ولمن حوله ولجماعته ولإعلامه ولسياسيه. الشعب المصري يعلم تماما أن هناك مخططات لهذه الدولة المصرية على مر التاريخ، هو جزء من هذه المخططات رجب طيب أردوغان. رجب طيب أردوغان يقوم بهذه المهمة سواء بشكل مباشر أو من الباطن، يعمل لصالح أجهزة أيضا وقوى أخرى تريد النيل من مصر وصعود الدولة المصرية. خلينا أقول لحضرتك أنه تذكر معي قبل 2003 مدير الاستخبارات، أحد مدراء الاستخبارات الأمريكية هنا قال لك إيه، وده مخطط لا تفصله عما يدور في يدور من هذه التغريدة وهذه المخططات والمخابرات التركية وغيرها. قال أحد مدراء الاستخبارات الأمريكية أن الحرب على العراق في 2003 وضرب السعودية استراتيجي ومصر الجائزة الكبرى. هنا التوقف، مصر منذ محمد علي باشا وهي تهاجم عندما ضربوا أسطوله في اليونان 1919 ثورة تزعة زغلول وعندما واجهوها بكل قوة 52 وأعقبها 67 حتى ردت مصر في 73 2011 حتى هذه اللحظة وهذه الأجواء التربص بمصر قائم، المخططات مستمرة
بشكل مختلف. جماعة الإخوان الإرهابية لابد أن تعلم أنها ليس لها مكان في مصر، وأن الشعب المصري واعي، وأن الشعب المصري ليست من ثقافته وليست من أدبياتها التخريب، وأن هؤلاء الذين يحاولون العبث إنما هم شعروا وأيقنوا تماما بأنه ليس لهم مكان في هذه الدولة طالما أنهم يمارسوا العنف ويرتكبوا جرائم الإرهابية ويلوثوا أيديهم بالدماء. خلينا نقول لحضرتك أستاذ همام أيضا أنه هذا النجاح وهذا الصعود للدولة المصرية أقلقهم وأزعجهم كثيرا، لا يتحدثون سوى في الكذب والزيف والفبركة والرهانات على السراب. مصر ستنتصر، مصر صامدة، الشعب المصري قوي، الشعب المصري يعلم تماما قيمة الدولة المصرية وقيمة الأمان وقيمة الاستقرار وما حدث منذ 2011 في أحداث ما يسمى بالربيع العربي، ومرورا وما تلاه في 2012 في أحداث رابعة والنهضة والجرائم والمذابح التي ارتكبتها هذه الجماعة الإرهابية. أعطت درس وتعلم المصريون الدروس المستفادة من فواتير هذه الخسائر، واكتشفوا كم الزيف وكم الخداع وكم يعني الاستخدام لهذه الجماعة وكم الكاذب لهذه الجماعة الإرهابية. وبالتالي الرسالة واضحة إلى رجب طيب أردوغان ورجاله ومجموعاته ودوائره وسياساته والذين يكتبون تويتر، مصر صامدة، مصر أقوى من أردوغان، مصر أقوى من أي محاولات، مصر يحميها الشعب، مصر يحميها الشعب. لو 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 تابعت حضرتك ما يدور في الشوارع منذ الأمس بين الناس، وجملة شهيرة جدا، إحنا اللي هننزل بدل الشعب بدل الجيش والشرطة، الشعب لن يفرط في الدولة المصرية، الدولة المصرية أكبر من أي محاولات لضربها، النجاح في صعود كبير جدا، بناء الدولة المصرية طبعا. أعتقد أنه في يقين وعقيدة كل مواطن مصري. هناك محاولات من هنا أو من هناك طبعا، لكنها محاولات عبثية، لكن مصر هي أكبر من ذلك بكثير. أستاذ جمال، وربما أنت تابعت ما حدث بالأمس وهذا الهجوم الشرس من وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشكل مباشر أو تلك التي تدعم جماعة الإخوان الإرهابية، إذا ما كانت هذه الوسائل أو هذه وسائل الإعلام التي تدعي الموضوعية وتدعي الحيدة وتدعي النزاهة، لماذا لا تذع مثل هكذا آراء؟ لماذا لا تذع مثل هكذا حقائق برأيك؟ إذا كانت هذه وسائل إعلام كاذبة ومزيفة، بالأمس يا أستاذ همام قناة الجزيرة بتكتب على نفس الصورة السويس، المحلة، دمياط، ميدان التحرير، وفي النص العربية لو حضرتك شفتها العربية البيضة بتتحرك في الثلاث صور. يبقى إذن هذا ليس بجديد، جزء من مفهوم الإعلام الجماعة الإرهابية أو الدويلات الصغيرة هو الكذب والخداع، ليس لديهم سلاح سوى الكذب والخداع، لا ينطلي هذا على الشعب المصري. الكذب على مدار السنوات الماضية كشف وكشفت ألاعبهم. هؤلاء في الحقيقة يعملون لمصلحة التخريب. ما تفعله قناة جزيرة أو مكملين أو الشر أو غيره يعني ضرب من ضروب العبث والوهم والكذب واللا مهنية واللا أخلاقية. وخلينا نقول لحضرتك أنه لا توجد معلومة واحدة صادقة فيما قالوه على الإطلاق. هم يتلذذون، هم يفقد الشيء لا يعطيه، هم يتلذذون بعدم الأخلاق، بعدم الالتزام المهني، هم يحاولون بث الشائعات بقدر الإمكان. سلاحهم وهمي على مدار على طوال الوقت. وبالتالي حضرتك هذا الإعلام سينتهي قطعا، وسينتهي في القريب العاجل. لن يكون لهذا الإعلام مكان وموطئ قدم، ولن يصدقه أي. والخطر هنا أستاذ همام أيضا ليس على مصر فقط أو على الشعب المصري فقط أو على الرأي العام المصري فقط، ولكن على المنطقة بأكملها. لن يصدقهم أحد، لن تكون لهم مصداقية في القريب العاجل. وأنا أقول لحضرتك هناك تتغير المشهد
في 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 تركيا تحديدا السياسات التي يتبعها رجب طيب أردوغان ستطويح به، سيحدث تغيير في نظام الحكم التركي. هؤلاء الذين ينامون في مخادع الجماعات الإرهابية وفي مخادع رجب أردوغان للأسف الشديد يعني هم لم يدركوا مخاطر خيانة هذا الوطن، هذه الدولة المصرية، وبالتالي إن غدا لناظره لقريب لن يكون لهم مكان. والرهان طبعا يا أستاذ جمال على وعي الشعب المصري، على وعي العقل الجمعي المصري في رفض هكذا دعوات تدعو إلى التخريب وتدعو إلى مواجهة مؤسسات الدولة المصرية. على كل أحوال الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة. مشاهدينا الأعزاء نذهب إلى فاصل قصير، بعده نعود مرة أخرى لاستكمال ما تبقى من هذه الفترة.